بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إلهي سبحانه وتعالى وحيابها مسلمين تأو أمري وحكمذا بشهر رمضان إبرا كيسا إأنسوق ذني. إلهي أيانك بريينا إنو مجا أقبل رمضان كي أنصوني قيام كي أنو استغني تراويح ذا إي عمل به صالح أها إي أنقو تحقبني إيش رمضان كأهدح ذيذا سيدا برتد رمضان كوحو أها موسم إيد العجيب له وحو أها فرصة دياب له إلهي نسيي ضيف أيو أها تكدد موغر موغر ماضي مع ذلك قفكي كفا إذا استي أياهني أن لكم وحا أثقنا ذي بغادسي لكن يا حسرة على من ترك الصيام قوم موحي كركي سأهاتي قفكي أنسومن رمضان كي واتماضي وابوري جذال أيو أدب جديي دات فربضان أيان رمضان كي سومي دات فربضان أيان عبادات كي لا إيمان دات بضان أيا إلهي دينتي سفل واي رمضان كإنتي لغجري وحي كجران ندام وحي كجران حسر وحي كجران قوم مو سيدا درتي أيو ربي يري يا حسرة يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. حسر أي قوم ما أدوم كركوضة أي أهاتي خيرك إي وناك أن سمين دقنين دي نرد أغتم الحديث أنفلين يا حسرة على العباد وادبكي سيامك كتغي وادبكي أنسوم رسولك وحوير رغم أنفر سن أياد اللوبي بور إيعيد أيو ياشي وقصاري واد اللوبي مركو قصر العلي أيو يري واقف والبا أو رمضان كجاري رمضان كينا انسلاحو سيمي أما رماضي مع ذلك أن لو تنبناف رمضان كي دمائي قفكي رمضان أبود جرو رمضان وعد ماضي قفكي إله أبود جرو إلهي واحي دائم مدمنا يا سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وأتل صارتا لها حي دائم ونوط أن بمنين سيدا درتين رمضان كي وعد ماضي ومد فربضنا ويكفى إذيستي ولو دنب نعفي قرطوضا نارت لك حريه خير يوانان أيي كجران بشارة أيي هلان دب فرطضا أيان كفاء إذي سنين راشن أيي عنين مالنتي حمان أيي سمايين بني آدم كي أيي دعين خير يوانان أيي سمي سنوايين قدوي كنو عاس أحسان كي أفغان واقونا ماضي أيقو ندام أي قوم ما كجران قيامها ديلة أيو إلهي روا أصر الندام لما رأوا العذاب قوم ما أيي سري سنايا مر الله لمركي عذاب كأركان آيات كلا أيو إله كير وحي جعلي سنايا أمقو أيليهين يقولون هل إلى مرد من سبيل نقش جدب أهلينا أدونك الله نقض حتى خير يوانك سمي سنينا حتى طاعة ألف لنينا حتى رمضان كي سومينا حتى تراويح لأقومينا حتى قيام كي أستاجينا إفهل إلى مرد من سبيل مرد سبيل بأهلينا جد له النقض مركان مجرى سذا أي بحيان أي يري إله سبحانه وتعالى بعد ما حالة صلاتها أو أن ما تكجرن مالنتي رمضان مالنتي عيد أو ما تؤيتها مالنتي خير كأي وناجة ذاتك مسلمين تاي عيدين ذاتك أي أسعدين ميلها عيداء قاركو قاركة لأي أتهنيين يان ورهدو دؤيتها إلهي حنك أقبل صنك أي سكو تهنيين يان كي أنسو من شيطان أي أتهنيين يان كي أنسو من شيطان أي جعن قاضي
ആളുകളായ കി അൻസൂമിൻ സൈതാൻ അയ സാഹിറുൽ നഖ്ദൈ ലാകിൻ ബക്ക മുസ്ലിമീൻ ദാ അഹ്സൻതൈ ഇലാഹി അത്തി സവന ബദൻ അയി കദാരിൻ അദുൻ ഇയ ആഖിറ അയി കുല്ലി ബാനയ വഹി കുല്ലി ബാനയ ഖദ്ഹുദ ബിഹദീസ വഹി കുല്ലി ബാനയ മേൽ വൽബോ ഐ ജോഗാൻ അതവ റമദാൻ കീടനായി കേക്കത്തെ ഇരേസ്തി ഇയക്കാൻകത്തെ ഇരേസ നിന്റെ റമദാൻ കീ വാദമാവ് കീ സോമ ഇയക്കാൻ സോ നിന്റെ മഅദാലിക തബ്കി ഹർ ഏ വൻ വനക്സന ലിഹ്തിലോ അയ്യേ റബ്ബി ഗോ കബറി ജിരേ ഇർ റമദാൻ കല്ല കാർസിയ റമദാൻ കു ഹദോ അമാദന ലിഹ്തിലോ ഏ ദിമൻ റബ്ബി അയ്യേ കബറി ജിരേ റമദാൻ കീ ഐ സോമേ ഇദു ഇലാഹൈക അഖ്ബല സുബ്ഹാന വ തആല saa loogu talagalay gadaal yaa xumaanta loogu noqonin ramadaanka aadaab iyo usluub wanaagsan ayuu lahaa masaajidada way amirnaayeen aad iyo aad ayaa loo buuxinaayey dadka salaadaha shanta ah masaajidada way buuxiyeen maca daalika haddii soonku dhammaadana sidaa iyo si ka daran ayaa loogu talagalay soonku hadduu dhammaaday aawa dadkii masaajidka buuxinaayey xaggay ka baxeen ma dhoofeen xaggay ka baxeen ma dhinteen xaggay ka baxeen suuqyaha ayay fadhiyaan sidaa ha yeelin ee masaajidada sida ramadaanka loo camiray iyo si ka daran u camira maalmaha kalena ramadaanku hadduu dhammaado cibaadadu way sii socotaa kii soomay oo wanaagga helow soonkaaga ilaahay hadduu kaa aqbalay ku sii soco cibaadadana ha joojinin kaan soomi oo ilaahay aan waafajin inuu soomana ha quusanin laga bilaabo maanta istikfaarka iyo towbada u soo noqo jadig oo ku samey cusboonaysii islaamnimadaada iyo iimaankaaga rabbigaa ka bari inuu kuu dembi dhaafo soonkii ku dhaafay gadaal ka soo qaday maca daalika rabbigaa u soo jeeso waayo ina allaha yakfiru dunuuba jamiican ilaahay dembi oo dhan ayuu dhaafaa ha isdhihin bacdamaa soonkii korkaaga ku dhashay oo ku dhammaaday ha isdhihin bacdamaa soonkii korkaaga intuu ku dhashay ku dhammaaday aadan soomi qiyaamka aadan u kicin wax kalaba ha samaynine sidaada ku soca ha isdhihin ka nadaamo oo ka qoomamay ka shallay oo goosa inaadan mar kale u noqonin faraha kala bax macaasidii iyo dembigii soonka ku dhaafsiiyey maca daalika rabbigaa u soo jihayso qul yaa cibaadiy aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiicaa waxaad dhahdaa addoommadaydii xad gudubtay dembiga iyo macaasida sameeyey ramadaanka aan soominoo salaada ka tegay khayrka iyo wanaagga u raaci waayey xumaanta ku jiray laa taqnatuu ha ka quusanina raxmada ilaahay rabbi boqor ah oo dembiga dhaafaad leedihiin rabbi boqora oo naxariis badan ayaad leedihiin boqor naxariistiisa iyo ciqaabkiisa naxariistiisu ay weyntahaad leedihiin ee laa taqnatuu min raxmatillaah raxmada ilaahay ha ka quusanina ina allaaha yakfiru dunuuba jamiicaa ilaahay dembi oo dhan ayuu dhaafaa innahu huwa alghafuuru arrahiim وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ رَبِّكُمْ حَقِيسَ أُصُورَ نَقْدَ أُو إِسْبِيدَ إِنْتُو سَنْ عَذَابَكَ إِمَانٍ كَهَرْ رَاعَ وَحِي لَيْذِي سُوتِ جِيكِيسَ أُغُفِيعًا إِنْتَو سَنْ عَذَابَكَ بَغَّئِيَ كَذَا إِذِنْكُوا إِمَانٍ كَهَرْ إِذِنْكُونْ أُغِينَ أُو هَدَّو نَفْقَيْتَ هَذَا يَا حَسْرَتَا على ما فرطت في جنب الله قوم مضي ذياي وحان قصوى قبض فلي إلهي بنتيسة كو دينيي أيان كمت أها انتي سنف إهن كهر هدي ألئه نون لها متقين تانك من نقل لها انتي سنف إهن كهر لو أن لي كرة نقش هدي إيسغنا الله فأكون من المحسنين بدك محسنين تأيان كمت أها بلا قد جاءتك آياتي آياتي جا كوي من فكذبت بها وديبسي واستكبرت وسويني سيسي مجرمين تاتك من أهيب يا كافرين تأيوير إلهي ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ما لنت قيامنا دك بيني سونك أنسون خير تكالي وناك أنسمين آيات أركيسا وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين
جهنمي تنهي قؤه تك متكبر ينتع أي يري إله سبحانه وتعالى بعد ما سراتها تبتي أنسو من رمضان كو فرصتها إسكت يعنى وفكوحو فرصتها إستاء انت أونور يهي إلهي دمبك استقال سمية هدي لسو رجوع هدي لغا سو نقض هدي لغا توبة كان واعفيا شروط هذا هدي لتماضو آفا سدا سمية مع ذلك حقوصنا نبي إبراهيم عليه السلام أياكو حتمد وحي أولي مبيت سيد إله المامد سبحانه وتعالى إني أبشاريان بشارة أي أغي مبيت وانكو بشارينينا أي يرهدين نبي إبراهيم وحوير دق أيام نقضي ناتي ذعاق رواي فبما تبشرون سيد بشارينيسا قالوا بشرناك بالحق حق أيام قغو بشارينينا دق قانطين فأه إي قوستا إي إلهي بشارة ديسا إي نحريس ديسا كقوستها مقني أيا لغير مكاسوبه ومن يقنط من رحمة ربه يا كقوستا نحريس ربه ديسا إلا الظالون كتو ميماهاني حتى استهدى مطلقو آفاية ارتابع سعو حتى استهدى سوكي بمسومين ملقو عفناية سداد سعو قفو مي اوضال اياتهي قفك ايمانك له ربقاها كقوصا ولقا الهي رجين حريستي سبحانه وتعالى دبقا لمطة اله وقفك وحك استقوصا ماي ايو نافا حديث ايو كتل مامي حديث دبقا اوغارو سماواك ضروري هذا اوكالي أنا أعلم ما هذا أهلنا مجيل أو دمبعا دمبعا فأدي ويدي ستواكو نافا أهلني مجيل أو دمبعا فأيانكو لإمانا أيضا هاي إله سبحانه وتعالى هذا برمضان كي بماي لكن محاك نغربا ماذا بعد رمضان رمضان كجلاشي سمحاء رمضان كجلاشي سوال إلا استمرار أول دائم عبادك طاعة إلهي حمان تكتك تانكي لغتك يا رمضان ساسوك لإن مركا الله سعوده معها إن قضاء الله نقضه معها إن ببب الله قرطه بل سواء إن هري الله سي سعوده أخيرك إيا وانا قلبت صده تعسى الله باهيهي بعد رمضان وحاء هذا إنو قفك استقام ليماذ معها إن قضاء الله نقضه حمان كي معها إن أطهد رمضان كي مطا ماضيها بيشي ذي هر أنكو نقضه تطعتانكي أنكو نقضه تبقي أندي جري أنكو نقضه قبي الذي أنكو فان جري أنكو نقضه سنا إنا تحظى معها ماذا بعد رمضان وآي إله وحوت المامي فماذا بعد الحق إلا الظلام حق داشي سمعهان إلا بعض ماهان أفك حقك تغوحي سوى بعض مع ذلك رمضان داشي سوى إن دين تلغاء وإن استقام الله سي صعد رمضان كدك كدقيس إلهي آبد بشي آبدين إله معابد لبا يتوان كبلو إله خلقي سبحانه وتعالى إله إنان آبدنا لا أمنا لما أمرين إنان ربي أبوري آبدن أيام كان لا أمرين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ودين قيم قطاسا إله ترذوذ ألا أدي سأهاضي والله بأي طبن بلوت لبا يتبن بلوت وآي أيو يرئو إله كتاب كيسا قصغن وحالق القيمة لنتي سماواتي أرلغ الأبوري وحاكم أه أفر بلوت وحرمله سدح والحريران أيو يري نبيك سدح بحرير تأوى بش الله مدعا بذي القعد ذي الحج هي محرم بش ذي القعد وابش حتى شوالك أنكو جرنا مرك أي قمات بش كحكتا وابش أنسي تالك طهم وذي القعد أما ذي القعد بش الله مدعا بذي الحج وامدان عرف بهم بش محرم وابش أنسكر بهم سدح ذات لها حرم ظله أي كمديه منها 4 حرم أفر حرم له أياك مثأ مثل أفرادنا ومثل لغو مقعاب رجب رجب كي غير مضر إليه أيها تعظيم جري رسولك وحوير الذي بين جمادي والشعبان ومثل لبن جنادي الشعبان ونحيث جماد الأولى يتفلئ
أي حي بقى حيث شعبانك وبش هجبك الله مغا عابي أنك أو اسمانك عن مهما سيدا درتب أيو إلهي لذلك الدين القيم ودين قيم أو شرف له نفتيالكين حطل مننا بلها قدهود ولا لهم حطل مننا لول جيدا فلا تظلموا فيهن أنفسكم نفتيالكين حطل مننا مشركين تنالتا غالما إذن كو كافاء غالدا استعلي أيوير إلهي وقاتل المشركين كافا كما يقاتلونكم كافا سيئذن قلتا غالما إيكدا أيغو وذكرا إذن إسبح إستي أيالغو مغعابا مسلمين تي لدغا لما إذن كان مسلمين إستاشرا مشركين تنا لدغا لما إذن كو كافا إذن كو وذجرا مسكحدين إيا إيمان كين هكين إيا عددين أمير كين إيا هكاميهين إذن كو وذجرا لدغا لما كما يقاتلونكم كافا أغاد إلهي متقين تأينو معيقو ذيهي هذا متقين نقطان إلهي تنكين أيو صومرا نصر إيقون أيو إذن لقربتاق يهي مع ذلك حتى عبسننا قال أتخشونهم مكا عبسنيسا فالله أحق أن تخشى إلهي آكو حق نمطتنا إناك عبسطان أيو يري إله سبحانه وتعالى أفكي إله كعبسر شي والباك عبسر عبسر بحدي بدك لي ماذا مسلمين تقي لي ماذا وناك يخير أي كارايا قال لغان ما تكو طيسان سيد عيدان أيان عيدنا سيوح أسميسان أيان أسميسان سيقر يؤدستان أيان أدسان سيقل بستان أيان أول بسان مع ذلك جانب والباء إنانك خلافنا أيو إلهنا أمر سبحانه وتعالى يا بدبنا يا حمام فربنا يا عيا ربنا يا سلم ربنا يا رمضان كعيدنا الله تلقلا بل سببك هر تقوى يا طاعة علي أغتل جريجرين ربي أغد وانجرين تقرق يا خير أي لإيمان جرين سنا يا الله أمر مسلمين تنا إني أيقون يلان كفار تأينا مروال بكتين إسكن إراليا مبدأ إي وحيا بحكر أي آمسيه ماذا بعد رمضان رمضان قداشي سمحاء وحقها دي مجر إلا إن لطا استخام الليل لي ماذا أو دينك اللغو توسنا ذماهاني نن أيا رسولك أيمد أوير رسولك إلهيو وحاكي شكتا هذا الإسلام كدحبي سئيغا به قول أحبت لآن سؤالين حباقي أحضا شيغا أنقاط أنقو تقم أنراء أنجمكو قال أوقف إي فسر أنبه آنا أباها من إيد رسولك حوير قل آمنت بالله وحق هذا إلهي أيان آميني إلهي أيان رميي قفك يرهد آمنت بالله عندي سالك أمان هلا قفك يرهد آمنت بالله عركي سالك أمان هلا قفك يرهد آمنت بالله برسك مدب قفك يرهد آمنت بالله حولها دبك مبع منقاته قفك يرهد آمنت بالله معاصر إيحمان تمقل قل آمنت بالله مركا تهدى تجذى ثم استقم انتا كذا الكتوس مو سدا اغسع اثر ايات المانتي انو رسول كيري سورة اللغو مغا عادهود ايا وحا ايغا صوت حسي اربو نحي نبيغا وي اعريس سورة هود وايا وحا ليير توس مو سبي اللغو امري من اغي انا كتوس نحي ايا انكالي انا ايا يري واستقن كما امرتا سبي اللغو امري كتوس مو رسول كي الهيو انيغا نمو اغي ايو يري انا كتوس نحي ايا انكالي سبي اللغو أمر لربا إنا قطوصناتو فاستقم كما أمرت واستقم كما أمرت ومن تاب معك انتي صور نقطو نعيقاقك آمنت أو نعيقاق أح قطوصنو سدا إيا خيرك إيا وناك كل سعو هذا بقفك وإن استقام لغهرا وإن توصناش لغهرا ماذا بعد رمضان رمضان كذاشي سإستقام أيا أهاتي دمكي آلة من جرتي وإن آدم كنقن أو رمضان كآت استقافتي شمرقي آد أبي جرتو رمضان كآت استقافتي إن آدم كنقن سيغيركي آد أبي جرتو رمضان كآت استقافتي إن آدم كنقن حمانتي نميتو آد استقافتي رمضان كإن آدم كنقن أو استقام آلة ماذا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا الله
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إن تيتر ربكين وإلهي حتى نكتوس ناتو حماتي أنقذال أغنقمين حتى نكتوس ناتو سيئسومين أوكالي أي ربك رمضان كأرميين كتوس ناغي تتنزل عليهم الملائكة ملائك أيا قركوذ كسو تغيس ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أعبسننا هم مرقوننا ما أبسنيسين من تيريسين أيا الله نها مع ذلك كبشار استجن مذي آتهيذين كو مركا الله يبوه نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أنا يا أولياء الكيني لجريا الكينة نلوش أدونك إيام إذا آخر إنت رأسنا أيا الله نها نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس ولكم فيها ما تدعون جنر وحاد كل هذه وحي نفتي نجع ليسك وحاد اشتهي سائي وحاد وعطانب والذين سيما أيو يرئي له سبحانه وتعالى ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ونزل إيسو دوين إيا مرتقاب الحقيسة أهاتي دك سائمين طالغ مرتقابا دك صومي إيسر وناسم صومي حتى نخيرك إيا وناك كقومي سلاتي تراويح دهجاجي في قيامك إيا تهجوك أو إستاغي رمضانك مركوطة ما ربنا خيرك إيا وناك إيا دنبقاك ربي ذوك بريي رمضانك يكوطة ما ذو إيدتك ذي مركي أميين حتى نصونك أنساق في الأصالين ست تري لحدي شوال صومي مع ذلك عباداتك كو استقامي أيا وحي كليهين إله أكتيس ما تشتهيه الأنفس إلى الوحي نفتو رجع ليستي أدونك كتغان إلهي أبسدي سدرتين وحالغ أبا المريي وحي نفتو رجع ليستوطا إن قيامها اللغسية سدا درتين دبك نفتو وحي جع ليستي أدونك كراعي قيامها وحي اشتهيان أوطا أيا لغ ممنوعا مع ذلك أيو إلهي ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ونزل إيسو نوين إيا مرتقاط الله دنبغ بافا إيا محريس تقدن أديس الله إسك مرتقاط إيا مبضنا قفكي مال تاضيوف إله بؤى قفكي مرتق إله بؤى نزل إيا وناد إله سو نوين في عنسي أحد تقيم إيا وناد بذن مجري ساضيوف إله ونقطان إذنكو وفديال الحديث اللي دينكو وض تقوض إيا وناد كدذال رمضان كتدغالنا إذا ذاك آل هلو كدذال ماذا بعد رمضان رمضان كجلاشي سحمان معها من صمان يوانان أياء رمضان كدنب أي كبر يجرين إن إله جارسي سبحانه وتعالى مسلمين سبا درتين خير فربضان يوانان بضان أي كجاردانا ما أنت وعمال انتي عيد مسلمين تؤدي آد أي فرحات يوانان كجران وحي كجران رين رين يا فرحب وناسا وحي إلهي أغمهت علينا يا سبحانه وتعالى رمضان كي أي صومين واجب كي إلهي أقلق رب قلي أي قتين إن رمضان كي أي صيام كي مالنتي أي ليمين أفكود أي أبنكود أي وناكو سمايين قرآن كأخرين تيسا صدق ذلك حشدين خير كي وناك سمين تيسا تاس أي كفر حسيهين إلى الرسول كوحو تلمامي للصائم فرحتا ننك سائم كأهل بفرحضون إنو ليهي فرحنا ومركة أو أفر أما أو أفراي وحال وفصرا مغربك مركة أو أفراي راشنك أفرم وحكى له صورة قال إلو لجير ما توكل وامال تعيد مركة أو أفر أو فرحة إلى صانكي أيو قتي واجكي إلى أيو قتي وحو النقضي قف ربكي أبي عدو أمركي سفلي ما أنت نفرح أيو كجرا وحو كلو فرحيا مركة أو ربكي لكلم سبحانه وتعالى مركة أو ربكي سلكل من آدي آد أيو مركة أو فرحا أو الله سينا يو أحد كسيام تأسا إن كسومي أبي القد كيسي أجر كيس محوك فرحا ما أركن ميا شقالها مركة أو شقدي سبما مستو اي مشهر كيسا لسينا يسرا او مركا او فرحو كور احد او رب العزة مشهر كيسا سينا قفك او الهي بيل كيسا سينا يكور مئي راتب كيسا وحل سوكو بكرام معها فرحة اي
ഇന്ത്യ വനാഗ ഉമർക്ക കുജുറ കാഗസീന്ദറൻ അയ്യ ബാക്കി ഹയാൻ ലോകവ ഓള ബഹ ഏന സായിമൂൻ ആവ സായിമീൻ തി സോസോംതൈ ബക്കി സോമിജിറൈ ആവ അദൂം കുമർക്കൈ ജോഗേൻ ഹമാന്തൈ കസോമേൻ എന്തഹൈ കസോമേൻ ഹമാന്തൈ കസോമേൻ ദഗഹൈ കസോമേൻ ഹമാന്തൈ കസോമേൻ അദിമഹ ഈ ലോകഹൈ കസോമേൻ ഏന സായിമൂൻ വൈ ഇസ്താഗായ الباب الرياك قال ايا للي هي و الباب 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 حتى ما كانت سائمين تاك قشا ناقوس ناقست او صوت تاك جليس تنسي من او بنان قال لو دافا نكست او سو ما قال كان سي من بنان لو تيغا احد او تبدي هدي او قالوا ولا سو شرا ايو بحي نبي صلى الله عليه وسلم അബരതക്ക മുസ്ലിമീൻ താമാത്ത ഹൈർക്ക യവനാകുജിറാൻ വൈ ഇസ്കു തഹ്നിയൈനയ കാർക്കോ കാർക്കക്കാല വൈ ലബിസൈഹി ലബിസ് ആദിയ ആദു ഖുർഹ്തദം ഇൽമിഹി അയ ഈദായ വൈ ലബിസൈഹി ബർ ഖുർഹ്തദം ആദിയ ആദ് അയ മുസ്ലിമീൻ തവനാദിയ ഹൈർക്കു ഗുജിറാൻ റബ്ബി അയ ഉഗു തലഗല ഹൈർക്ക ദീൻത ഇസ്ലാം കാലഗ ഹറ മഅദക വൈ ഉഈദയ കനീസത് മഅഹ വൈ ഉഈദയ മാലിതി വതക മഅഹ വൈ ഉഈദയാൻ മാലിന്തി ഹോയോയിക്ക മഅഹ ഏ വഹൈ ഉഈദയ റമദാൻ കീ തമാദൈ ശുക്റൻ ലില്ലാ ഇലാഹി അയ്യ ഉഗുമഹത് അലിനയ സുബ്ഹാന വ തആല ശുക്റിക ഇയ ഖൈർക ദർതേ അയ്യ ല ഇമാനയ വ ലതകബ്ബറു അല്ലാഹ അലാ മാ ഹദാകും വ ലഅന്നകും തശ്കുറൂൻ തക്ബീർതി ഈദാല അഖ്രിന ഇലാഹി അയ്യ ല വൈനൈന ഇലാഹി അയ്യ ല വഹിദ ഇലാഹി അയ്യ തൗഹീദ് കീ സലസുഗ സുബ്ഹാന വ തആല إلى شرع عذاقي محببا اللي هي دسي يواي واللي هي مجدقي ومطل صوتحية أخير بضا معروف كي إس أمرا منكر كي إس كريضا وناجي إس فرا أيوضاي إلى سبحانه وتعالى مرون أماناي كنتم خير أمة أخرجا للناس وحاد نقطين ومطل صوتحية أخير بضا سبب تلغو النقضي محيطها عيد فانتسيه ذكي قد معها لكن هو وناجات إس أمر تابوطه ഇലാഹി ഇയ മുൻകർക്ക് ഈ ഹമാത്താ ഇസ്കറേത്താ താ അയാക്കു മുഖത്തേ മമതമിത ഉഹർ ഭവൻ മെയ്ദിൻ കൊഫ്ക ദർവനാസൻ കാത്തൈ മെയ്ദിൻ കൊഫ്ക ഗുരുദീസ പെതശൈ മെയ്ദിൻ കൊഫ്ക വയാബഹ കലസമേയി കൊഫ്കി ബാബൂർ അത്കു സുഅദേ വഹാഈദൈ കൊഫ്ക റമദാൻ കസിദി ലോകു തലഗലൈ ഉസോമൈ ഇലാഹി ദംബി ബാഫുയി ദീസ്തേ മാർത്തലഗ ഹരേയൈ മാത്തു ഈദ സിഹർ സമിലെ ഓ വനാദ് ബദൻ ഉത്തുകദൈ കഗദാൽ നഖൈർക്ക് ഇയ വനാദ് സീപത് സദൈ أنكل جوجين أحد كما عصح أيا إيلي إيد ومالك ربي آبد مالين والبوقف ربي يسعو آبد إيد أيي أتهي إيد وحان النقانا هل مالين كلي أول إيد بل سوى إيكو أحمال تي ربي حسنات بضن كوقر مالين تي سيئات بضن لغا دافو مالين تي استغفار يتوب آلة ما لي ربك أقبل سيدا درتين أيا مسلمين توحى الربا إني آدي آبد ذالان maanta waxaan leenahay muslimiinta meel walbo ay joogaan ciid wanaagsan waxaan leenahay muslimiinta meel walbay adduunka ku sugan yihiin inay noqdaan dad rabbigood tooga inuu kufaarta jabiyo muslimiintana ilaahay uu u gargaaro meel walbo ay joogaan وهي مسلمين تي ما تكفارتي اياك غالب نقطي ما تكر اياك النقطين ذاتك مؤمنين تا ازدود ان اله اسوء اليواء اني ربك بريان كفارتي دلدي كجر جرين مرلبات اني كن نقطان جزيدي اي عشوتي لغا قاد جر يهود ان قدا لوغو عليو الين يهود ما تأدونك ويكسي باريسي سي ربك اي وحكيشا مسلمين تا دي قود ايا سيد بيها اي اطاغيان سيدا سكترا اللوغو طلقل المسلمين تعملوا قالوا اليهود وإن المسلمين تإلهي وغبريا سبحانه وتعالى ربي وحانك لو تبهينا إنو حقنا وافجيو عيدنا أمراضا بغا عيد سعيدا أو مباركا أو بركيسا رمضان كلام إنو إلهي سماء إيا خير إيوا نقنق قرسي وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إله سبحانه وتعالى ولد مسلمين وحقوق الشرفي وحكمت فرحبا يوناك أي كجيران بدك مسلمين تاسو أهدنا سبب عيد بركيسان عيد الفطر أما عيد الله لك عاد عيد صنفرات بردهدي إله إرادة سبحانه وتعالى بش شوال أيتهيكو مسلمين تمنى والبقى أي جوغان وحا أي كجيران فرحبا يسود وانتا بش بركيسان أما بش عيد إلى سبحانه وتعالى وغتل قلي عيد واشي لشرعيه سيادرت ايا وحي تهي وحيا وفر بضن او مسلمين بإله كل نسكي سبحانه وتعالى تبكى مسلمين بعمل بعيد اي إليهين وعيد الفطر اي عيد الأضحى لبدا عيد وحي يمادان لبا رقم او واوين واركان تأسلام فكمدا مركل لبتو عيد بريت إيمان سوى عيد الفطر وحي كحتى حكم يوينا صيام أما صام كمكو أما ذكدت سدى درت أيو إله يري ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم سببت لي رسالك هلا صاقضي وحي تهي إلى كامشان عدة إي ولتكبر الله إلى إلهي كوي النسان على ما هداكم وحو إذن كهنوني أوكد شد واجبك رمضان كمركاء دتك مسلمين تأهمل والباء الجوغان وحن لا نهي عيد ونفسا سدى درت بالتواعيد دتك مسلمين تأهمل قاركو قاركك لو حيثه تهنيين دولان فانتصيح يونا دعوليهي بشا فشوال إلى سبحانه وتعالى قيمها يونا دمرك أوهي لي مرك حالة واسدة وحا وقتك المام دولا فضائش يونا دعي إيد الله دهي إي آذات الله علي إيه مركا دعيد إيه سيدة نبي إيه صحابة إيه مركا دعيد جرين وغرانتي انت آمن بجلين آذابتا وحاقس حسوسين ما إنو جرتو مش مع الموت الله غصوما بش شوالكا رسولك وحوي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان قطي رمضان كصوما انت كجبال رأسي مش مع الموت بش شوالكا كمبعا فكأنما الصام الدهر وحقول لمبيهي من هنسان الصوم الأوكارك سيدا دكت المسلمين توا إلي كتا دانان لحظة مع الموت إلغم عبا ودعا سوم ديدا إلان وحي لأتهي أنا أي لمتهي قد سنة صوم الأوكرة قد أغا لقفتي قضاء يصنع الإن يلغي شيء إنو صوم قضاء أو مع المعي كتاقين مثلا دمت هدي بيجا عذب أصيبي أو دور مع الموت إنسان سومين أين ربان إلي شوالك سومان ويسوم كران حتى أيضون صوق غيمين قال لك إلي دبو دكتان وحكي كعب سنايان إلي شوالك كتماعظه لكن وحاسي عن أو فضل إيوانا كجيرا إلي مرتهر قال لك دو كجلال أي سوالكو محر شوالك مع ذلك هدي وقت واسع أيده ليسو لكن هدي وقت واسع أيسن أهليمين وأيدي بنتهي إنو شوالكم أعفاء ويسو مكرتا شوال كجبالنا وحيسو ميسا قلب مرتا لغلها إيدوا معلم بركيسا وخير يوالات له إلى حسب المعمى يسالة بعيدة إذا كده بحيطة إذا أي يجري قد أفلح من تزكى وحالي باني قفتي استهري إذا كده بحيي وإذا كده في ضربة إيا وحلقونا قعبة قرشانك قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه رب يسحسي وقفتي أخري تقدير تعيدة أو فصلى كجبلت كذي وصلى بعيد الفطر أما عيد الله قد عاد عيد شوال سلا درت المسلمين توا إلي آد يآد سوطويان إش شوال أما سمعل تعيد درت وعيد مسلمين تمشي جوغان أو طنا وحلانا هاي إلهي إلو خير يوغان بغدوا سوطي أو صامي كان أقبله
كرات عيدنا فشرب يوناك لسجن مركان لغوكتو وحان أكلينا أصبابها إيا وحلا استشبابي عيد ما ننتوذا رسولك وحو أهان مثل بستاء قطايا ليل أمام رحبر له مع ذلك عيد والبقيو قطايا جيري رسولك وحو أمري لبدا عيدوك إلا اللي سنة برك أن هلك أهلك أغفي عن إلا كأبحي السنة فمن أهان مثل أغسرية هو عيد عرفه من كان الصحابي آيات المامي حالة نوع عصا رسول قوحه أها مدقو اللي بيستلب بعيده بركة أوهل يمدك أغوء رخطبا وحول الله أيا ليري برح لأه مع ذلك وحو اللي بسنجري اللي بعيده جمعها إيا مركة أوه بقابل آيه أرنت أغوه رئيس إيه بريتنا لك ربا وحيطهي إلا الديار قريسنا بركي أو صلاة بعيدك بتلهين مسلمين فرطغن او مرايين كطغن او كالجوغا ادو كجيسيه سأيا وحي ادريه دونان برتو قوضها اللي بتكنا يسالة بعيدة ايا مصالحة اللي بتك تعيدة ادبا قفقوا انو ادريه سبا لكسكي سكا قفيعا ارين طلبات وحي تهي قفقوا انو قراعو انت قوسن ادن سالة بعيدة برتو وأي وحل صنايا إن وقفت أنا دور حبقات مرأة تمرت وإن وتر أهاتا ترى مكة إستار وإنتو سنسلاة عيد آذن وإن عيد الله مجعا بعيد الفطر عيد الفطر وقبرت عن ربنا إن المركة أكلها نهدي إلهي راب سبحانه وتعالى أما صلاة عيد الأضحى وعيد عرفة والكتب سنتهي وأن اللوت هي إلا هذا أيضا وحد الله من رسولك وقوقها صلى الله عليه وسلم لذا قدر من معلم تعيد السفر إلا دور حبقات من أوبرا صلاة عيد الأضحى نبي وحوقها لذا وحد إلا أوكسون لغضاء فوحى لك قادنا عيد بردها بدك إنه قرآن أم أي قرآن وحلى قناة نرتا قبوة نجسل ترأس داق أيانا مركا لاقنا سعيد ابن مصيد وحو يري بدك وحي أهايين قوال أمر إنه وحقنا انت يسم آذن يوم الفطر وصلاة عيد سافر قبل كفد حاد وحو نقنا يا بدك إلي آذان مصلحة إيا ماسا لقد كناي صلاة عيد وحاطنا إن مساجد لقد كنكر لكن ماسا قاهز كآه إيا برحبها بنان كآه أيا فضل بغن إن مركان لقد كدو هدو سنجرين أدر دار بيدا سيدا روط يوحي مركان لمدعا وإيا ميدا ويكتو كنجرين لبدا عيدود مصلحة إيا ماسا بنان كآه إيا برحبها لوغو تلقالي نبي ولي يسكمتك من مساجد عيدا إلا هل مرء الرب يمد ما هني أبي هريرة وحيري رب أيا يمد ما لن عيدا رسول طلبتك مساجدك أيو كتكي وحقي مطبا أولا كجرا أرحب وين إلي إسوي ماذا مسلمين تا ناشا من لقتك لسالة عيدا قضبت أفراد وحو مقام يا دمرك إيا إلمها إلي أطريران أيضا ما ناشا عيدا لقتك نايو وحال شرقيا يا سبيا قوى إلمها إيا دمرك إلي آذان لبدا عيدا ما لها لقتك لتك نايو فرقك لما لها دمرك حدي بكرتهي إيا حدي سيوتهي وقرب أما جبر شابت إيا أجوزو حائب إيا النفصاء إيه آذا كرق رأيكو أنقدين يرير إيا واوين فرق أي كلليه مرها ومعطي وحي تري وحن لأمري إلى صوتنا العواتق قبضها عواتق ضاء عواتق وحن لجيدا وبناك الأبكار وقبضها بجرين كأ إيوى الحيضة كو حيض كأ إيديك عاذا قبا لبدا إيدو إلى صوتنا وحي حاضريان خيرك إيا مسلمين تبعذوذا دمرك حيبك أحوي كفغانيان وقوة قد إيك عاذبا ماشا لذي تكنايو دعذا مسلمين تلقى قاذنايان
تقديرتيل أقرنايا وما شاد عيدي تلقيت قلايا سيدا درتي دمك أوضن بنانك الله صبحي مع الانتعيد مع ذلك وإلي كسوطحان أيضو جنبابا gabar rasuulku markuu dhahay mid walba ha soo labisa janaabiibteeda gabar ayaa tiri rasuulkii allow teena haddaysan jilbaab qabin maxay samaynaysaa ha ka caabiyaysata mid kale oo walaasheed ah ayuu yidhi sala allaahu calayhi wasalam idan waa inaysan garbasaaro yar yar ah ku soo bixin waa inaysan afar iyo barfuun soo marsanin dumarka waa inay ku soo baxaan aadaab iyo xishood iyo sariib wanaagsan waa inay ducada muslimiinta kala qayb galaan dumarka caadada qaba waa inay u soo baxaan ciidda kolka salaada la gaara ma tukanayaan laakiin gadaar ayay iska fadhiisanayaan muslimiintu waa inay aad u dadaalaan nebigu maalin kibro ama adxa ayuu dadka dejiyey mar allaalla markuu u khudbeeyey ka gadaal ayuu dumarkii u yimid tawacada hubna waa wacdiyey waa waaniyey sadaqa inay la baxaanna wuu amray sala allaahu calayhi wasalam meesha waxaa laga qaadanaa dumarku inay salaada ciidda u soo baxaan oo dadka shanaad wuxuu noqonayaa oo aadaabta ciidda ah in jidka la khilaafo waddada aad ku socoto ood ku baxda ma ahee waa inaad jid kale ku soo noqotaa in badan oo ahlu cilmiga ah waxay wanaajiyeen in axadka uu aado salaada ciidda dariiq waddo kalena uu ku soo noqdo ha ahaada imaam ama ma'muun jaabir ibni cabdillaah wuxuu yidhi nebigu wuxuu ahaa haddii la gaaro yowmu ciidin maalinta ciidda mid dariiqa khilaafa waddaduu ku baxay ma ahee waddo kale ayuu ku soo noqon jiray abi horeyra wuxuu dhahay rasuulku wuxuu ahaa markuu ciidda aado mid ku soo noqda waddadii uu ku baxay waddo aan markaa ahayn dhib kuma sugno qofka waddadii uu ku baxay dhabteeda inuu ku soo noqdo laakiin waxaa fiican oo wanaagsan oo aadaabta ciidda ka mid ah waddadii uu ku baxay waddo aan ahayn inuu markaa ku soo noqdo sidaa ayaa khayrka iyo wanaagga ku jira maca daalika waxay tilmaamaysaa aadaabta loogu talagalay ciidda qodobka lixaad waa wakhtiga salaada ciidda ciidda wakhtigeeda waa markay qoraxdu kor u soo noqoto saddex amtaar wax la mid ah ilaa zawaalka laga gaaro way jirtaa salaada ciidda sidaa darteed rasuulku wuxuu ahaa buu yidhi nin saxaabi ah midna dejiya salaada ciidda soonfur qoraxda oo kor uga soo baxday laba rabxi wax la mid ah ciidda adxad waa dadajin jiray nebiga oo hal rabxi wax la mid ah markay kor u soo baxdo ayuu nebiguna tuujin jiray ciidda lagu magacaabo ciiddul adxa sidaa darteed waxaa bannaan sida xadiisku tilmaamayo in la dadajiyo salaada aan tukan doonno berito taasoo ah salaada ciiddul fidriga macnaha in la dadajiyo salaada ciiddul adxa dibna loo dhigo salaada lagu magacaabo salaada ciiddul fidriga waa midda berito ahe ibnu qudaama wuxuu yidhi in la dadajiyo salaada ciiddul adxa waxaa loo sameeyey si ay dadku wakhti ugu helaan qubxiyada waa in diyow la tukado si xoolaha loo qalo ta'khiirka la dibdhigo salaada berito waa midda soonfureede waa inay dadka wakhti fiican u helaan ikhraajka iyo bixidda sadaqada iyo zakada fidarada xaaladda noocaasa waa xikmada ku jirta salaada ciiddul adxa waan ogaan doonnaa ayadana marka uu soo dhowaado xajka sida loogu talagalay iyo habka xoolaha loo gowraco qodobka toddobaad wuxuu yahay aadaan iyo aqimitaanka labada ciidood wax aadaan ah iyo wax aqimitaan ah oo ay leeyihiin malaha labada ciidood rasuulku markuu soo gaara meesha lagu tukanaayo salaada ayuu gudageli jiray min kayri aadaanin walaa iqaama aadaan iyo aqimid la'aan xataa lama dhihi jirin assalaatu jaamica salaadii jaamicada ahayd wax la dhahaayaa ma jiro waxaa sunno ah inaan arrintaasoo dhan la samaynin ibni cabaas iyo jaabir labadaba waxay dhaheen ma ahayn mid loo aadaamo labada ciidood
sidaa darteed ayaa waxaa la tilmaamaa in wax aadaan ah iyo wax aqnitaana uusan lahayn salaada ciidul fidri iyo midda kale ciidul adxa labadaba. wax loo nidaahaya ama loo qaylinaayaa markeenu jiro. nebiga salaada ciidda ayuu dadka dejiyey bigayri aadaan walaa iqaama, aadaandii aqnitaan la'aan wuxuu ahaa mid khudbeeya laba khudbadood isagoo taagan, wuxuuna u dhexaysiin jiray fadhi sida salaada jimcaha oo kale. weliba khudbadu way ka dambaysaa oo sida mataqaanaa jimcaha oo kale ma aha. jimcaha khudbada horaysa ka gadaal ayaa salaada la tukadaa, ama ciidda ciiddaa la tukanaa salaada ka gadaal ayaa la khudbaynaa. qodobka sideedaad waa in loo takdiirsadaa labada ciidood. salaada waa takdiir in la isticmaalo, macnaha waa takdiiraadka loogu talagalay salaadaha. salaada ciidda waa laba rakacadood, waxaa loo sumeeyaa qofka musallic tukanaya inuu kibaarto qiraa'ada horteeda. rakacada koowaad wuxuu u takbaaranayaa todoba takbiirood, midda labaadna wuxuu u takbiiranaa shan takbiirood. takbiiraha ayaa loogu talagalay todobada takbiirood waxaa ka baxsan waa takbiirta ixraamka ama midda lagu xiranaayo. ama inta kale macnaha rakacada labaadna waa shan takbiirood oo aan ku jirin takbiirta lagu soo istaago. gacmaha ayaa kor loo qaada mar walba oo la takbiiranaayo. camar ibnu shucayb an abiihi can jaddihi waxa uu ka wariyey nebiga inuu u takbiirsaday salaada ciidda laba iyo toban takbiirood, waa todoba iyo shane, wax u dhexeeya ama horteeda uu tukaday ama gadaasheeda ma jirto. labada salaadood oo ciidda ah sidna ka horaysa iyo mid ka dambaysaba ma laha, ilaa in masaajidka lagu tukanayo maahane oo axadka uu markaa u isticmaalo ama u niyeysto taxiyadii masaajidka. sidaa darteed waa aadaabaha loogu talagalay muslimiintu inay markaa la yimaadaan. takbiirta sidaa ayaa la dhahaa, allaahu akbar ayuu qofku leeyahay iimaanka ah markuu xirto. takbiiraha kale dadku way ka daba dhahayaan mar walba oo iimaanku uu markaa yidhaahdo. qodobka sagaalaad wuxuu yahay salaada waa salaada ciidda ka horaysa iyo wax ka dambaysa inaysan jirin. kama sugnaanin nebiga salaada ciidda suna horteeda iyo gadaasheeda uu sharciyeeyey. rasuulkuma ahaan jirin, saxaabadiisana ma ahayn kuwa tukada. hadday soo gaaraan meesha lagu tukanaayo, waxaa la sharciyeyn jiray isla markii in salaada ciidda markaa la gudagalo. ama haddii masaajid lagu tukanayo saan soo tilmaamnay, wax dhibaata oo ku sugan male, ayagoo loo niyeysanayo taxiyatu masjidkii labada rakacadood ee masaajidka lagu salaami lahaa. qodobka toddobaad wuxuu noqonayaa salaada ciidda yay ka ansaxdaa. salaada ciidda ragga iyo dumarka, ilmaha, musaafiriinta iyo muqiimiinta dhammaan waa laga rabaa inay markaa tukadaan. dhammaantood inay tukadaan ayaa laga rabaa, oo meelaha lagu dhigto ayay ku tukanaayaan, ama masaajidada ama guryahada. qof walba oo ay dhaafto salaada jamaacada ciidda uu la tukanaayo laba rakacadood ayuu markaa tukanaa. ilaa imaamul bukhaari waxa uu daadeeyey baab la yidhaahdo axadka hadduu ciidda dhaafto yusallii rakcatayn, laba rakacadood ayuu markaa tukan karaa. maca daalika muslimiintu waa inay arrintaa ogaadaan. salaada ciidda wadaadaha faraha badan ayaa loogu talagalay, maca daalika waa in aad iyo aad loogu degdegaa. qodobka kow iyo tobanaad waa khudbada ciidda. ciiddu khudbo ayay leedahay, oo salaada ciidda ka dambaysa marka la tukado in la dhegaystana waa sunno aad iyo aad u adag. abi saciid wuxuu yidhi nebigu wuxuu ahaa sala allaahu calayhi wasalam mid u soo baxa maalinta ciidul fidri iyo adxaa makaanka tukashada. shayga ugu horeeya uu bilaabi jiray nebiga salaada ayuu ahaa, markuu salaada ka insiraafo ama uu ka baxo ayuu muqaabilka dadka soo istaagi jiray. dadkoo ku fadhiya safafiyaalkooda waa wacdin jiray, waa weenin jiray, waa amri jiray haddii la rabo in jeish ama ciidan la dirana waqtiga ayuu magacaabi jiray. sidaa ayuu nebigu ahaa.
kamasuulin xaaladu inay sidaa u socoto adooyi, ayuu yidhi abu saciid, ilaa lasoo gaaray waqtigii marwaan. Marwaan ayaa la soo baxay, waa amirkii madiino. salaaddii dulfidri ama ciidda carafa mid ka mida ayay ahayd. markaan soo gaarnay meeshii lagu tukanayay eeyo, marwaan wuxuu sameeyey mimbarkii ayuu markaa koray, asagoo raba inuu mimbarka sii koro. ayaan soo jiiday buu dhahay abi saciid maradiisa. intaa ka gadaal ayaan idhi, waa iga dhufsaday oo waa koray dadkuu u qudbeeyey intuusan salaadda dukanin ka hor. waxaan idhi buu yidhi, ilaahay baan ku dhaartee waad boorisay sumadii nebiga. saan ma ahaan jirin dadka marka hore nebigu salaadduu dujin jiray, ka gadaal ayuu u qudbayn jiray. intaa ka gadaal ayaa abaa saciid wuxuu yidhi, ninka noocan ah, wuxuu ii yidhi, abaa saciidow, waxaad ogeydeen waa dhammaaday. waxaan idhi buu yidhi, waxaan ogeyn ayaa ka khayr badan waxaanan ogeyn. dadka ma noo fadhiisanayaan, ayuu yidhi marwaan, haddii salaadda ciidda la tukadana waa dareeraan. waa inta badan ee maanta dhacda dadka tukanaya salaadda ciiddow dhegaysta khudbada, hana ka soo tegina ilaa imaamku uu khudbada dhammeeyo. haddaba xaaladaa waa xaalad cajiib badan oo loo baahan yahay muslimiintu inay markaa fuliyaan. qodobka 20-aad wuxuu noqonayaa qof allaala qofkii ay dhaafta salaadda ciidda. salaadda ciidda qof allaala qofkay dhaafta wuu soo qabaynaa. matalan, maanta waa maalin ciid, dadkuna ma soo gaarin bisha inay dhalatay ee shawaal. waqti duhurnimaa ayaa loo sheegay ama ay ogaadeen, berita ayay tukanayaan salaadii ciidda. waayo koox asxaabta nebiga ka mid ah waxay tilmaameen in korkooda laga daboolay hilaalkii iyo bishii shawaal. waxaan waa beriisanay, ayay dhaheen anagoo sooman. jameeca ayaa noo timid aakhir nahaar, waxay qireen oo rasuulka agtiisa ay ku qireen inay shalay bishii shawaal arkeen. rasuulku wuxuu amray inay afuraan, beritana ay u dareeraan goobaha ciidda lagu tukanaayo. cayaarta iyo lahwiga iyo heesaha mubaaxa ah ee ciidda loogu talagalay, lahwi lacibka mubaaxa ah iyo lahwigii waxyaabaha la midka ah way ku bannaan tahay maalinta ciidda. sidaa darteed Anas ibni Malik wuxuu yidhi, rasuulka ayaa magaalada Madiina soo galay, walahum yawmaan, waxay lahaayeen laba maalmood oo ay ku dhex ciyaaraan. rasuulku wuxuu yidhi, rabbi wuxuu idinkugu beddelay laba maalmood oo ka khayr badan, waa yowmul fidri iyo adxa, waa ciidda soo fur iyo ciidda carafada. caayishe waxay tiri, koox xabasho ah, waa koox dad madmadow, ayaa waxay ku cayaarayeen rasuulka agtiisa masaajidka. maalin ciida ayay ahayd, waan fiirsaday, waxaan koray bay tiri, min fawqi caatiqihi, nebiga qoortiisa korkeeda, intaa ka gadaa faqacanii mankibayhi. waxaan gudagalay bay tiri caayishe, inaan fiirsanayo xaggooda anigoo qoortiisa korkeeda saaran, ilaa aan ka dhargay, intaa ka gadaalna waan ka gadoomay. xadiid kale ayay ku tiri caayishe, dakhala calaynaa abuubakar, abuubakar waa aabbaheeda, ayaa noo soo galay maalin ciid, wa cindanaa jaariyataan, laba gabadhood ayaa agteena joogay, waxay xusaayeen oo ay ku heesayeen maalintii bucaar. waa maalin la dilay sunaadiibtii aws iyo khasraj, dagaal weynna markaa dhex maray. abuubakar ayaa icanaantay oo yidhi, ma waxaad ku agsamaynaysaan codka shaydaanka rasuulka agtiisa? rasuulku wuxuu yidhi, yaa abaabakar, abiibakarow dhaaf, waayo ummad walba iyo qoom walba ciid ayay leedahay, wa ina alyowm, maantana waa ciideena. lafdi kale oo bukhaariya wuxuu ahaa, caaisha waxay tiri, dakala calaya rasuulullaahi, rasuulka ilaah ayaa ii soo galay sallallaahu calayhi wasallam, wa cindii jaariyataani, agtayda laba gabdhood ayaa joogay oo tuqanniyaani biqanaai bucaar, waxay ku heesayeen heeskii bucaar. nebiga lama hadlin, uu iska jiiftay calal firaash, wejigiisana waxa uu xawilay ama uu u wareejiyey jihada kale.
അബൂബക്കർ അയ്യാ സോ കളൈ പെൺതഹരണി ആയിഷ മർക്കാസു ഈ ഇരി ായ അതിനെ നമ്മ ആമുസം പഹായി നരിതീരിയിൽ അബൂബക്കർ മർക്കാസുരിതാഹുമാ അബൂബക്കർ ിസാജിക്കീസ് inaan aniga su'aalay iyo inuu rasuulku ii yiri mid bay ahayd tashbahiini ma jeceshahay caaishay tanweriini inaad daawato haa aad iri bay tiri caaisha rasuulka gadaashiisa ayuu i istaajiyey khadii calaa khadii calaa khadihi dhadhankiisa ayuu dhadhankayga ku aadiyey asagoo dhahaya duunakum yaa bani arsada reer bani arsadad sidiina ahaada reer bani arsad waa laqab ay xabashadu lahaayeen meeshiina ahaada ayuu yiri xataa idaa malilku ilaa aan noogay ka gabaal wuxuu ii yiri xasbuk ma kugu filan tahay haa aan iribay tiri caaisha rasuulku wuxuu ii yiri iska dhac intaasoo dhan waxaan ka qaadanaynaa wixii wanaagsan oo diinta wax loogu qabanaya dhibaato kuma sugna amaa heesaha kale ee dadku maanta ay caadaysteen ee loogu talagalay fantasiyaha ciidda waa shay mamanuuca waad u jeeddaa waxa heesayday tiri caaisha wa cindii jaariyataan waa laba doocile oo yar yar ah ayay ahaayeen waxay ku cunaynayeen cunihii iyo heeskii baab saasay markaa ahaayeen maca daalika wax dhibaataa kuma sugna gabdha yar yar ah muusigna aan ku jirin waxyaabo kalena aan lagu samayni inay arrintaa lagu sameeyo maca daalika cayaartaa la cayaarayayna burqiga iyo xiraabka ayay ku cayaarayeen waa gaashaanka waa seefaha waa aaladda dagaalka ayay masaajidka dhexdiisa markaa kula cayaarayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ayaamu tashriiq waa ayaamkii cunitaanka cabitaanka iyo dikriga ilaah subxaana wa tacaala haddaba sidaa ayaa loogu talagalay ciidda dadka muslimiinta waxaa loo sameeyaa inay isku tahmiyeeyaan ciidda jubeer wuxuu yidhi asxaabta nebigu waxay ahaayeen hadday kulmaan maalin ciid qaarkood qaarka kale wuxuu u dhihi jiray taqabbal allah taqabbala minnaa wa mink sidaa ayaa markaa la dhahaa walitukmilu lcidda walitukabiru llaha calaa maa hadaakum takbiirta ciid baa la akhriyaa takbiirta ciidda waxay bilaabataa salaada ciidda marka la tukado waa ciidulfidriga waxay ku eg tahay marka salaada ciidda la dhameeyo qale ayaa tiri habeenka ciidda ayay bilaabataa waxayna ku eg tahay marka salaada ciidda la dhameeyo amaa ciidul adxa waan arki doonaa takbiirteedu waxay bilaabataa habeenka ciidda ayay bilaabanaysaa ama subaxda ciidda waxayna sii soconaysaa maalinta ciidda oo dhan iyo saddex maalmood oo ka dambaysa waa ayaamu tashriiqa sifada loogu talagalayna waa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar laa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamdu marka muslimiinta meel walbo ay joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan rabbina waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu xaqana waafajiyo soonkeenna aqbalo ciiddana uu nooga dhigo midaan ku gaarno sama iyo wanaag rabbina naga aqbalo subxaana wa tacaala yaan la samaynin ciiddu marka ay dhammaato ka gabaal macawisihii ramadaanka lagu tukanayo gabaal yaan loo xaraynin ee ciidda hala marka la gudubto ka gadaal cibaadadii ramadaanka la fulinayo oo kale hala istimraariyo hala joogtooyo sidaa ayaa khayrka iyo wanaagga ku jira dad fara badan ayaa ramadaanku markuu dhammaado cibaadaadka ka tage sidaa ha yeelina rabbi wuxuu yidhi wacbud rabbaka xataa yatiyaka alyaqiin rabbigaa caabud ilaa ay yaqiintu kuu timaado rabbi ayaan ka baryaynaa inuu xaqana waafajiyo muslimiinta meel walba u ay joogaanna waxaan leenahay ciid wanaagsan wabillaahi tawfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam